أفلام ديزني. بس خلي امشي. هاي من الاجواء خارج البيت، عالم ثاني والله العظيم. هاي الاجواء وايد خاصه. انا شوفوا سافرت دول كثيره، تركيا، الهند، الامارات، مناطق كثيره من ايران بعد، عمان، الخليج بشكل عام، لكن مثل هاي الاجواء ما شفت. الله ربي الله، هاي ابسط منطقه عندي، ومنطقه عن منطقه كل وحده تقول الزود عندي، انا الاجمل، انا الاروع. خليكم متابعيني لين ما نوصل المقصد وشوفوا جمال هناك. بعد شيء تعال شيخ بوبي، تعال وايد حلوة. لا ما يقعد، تعال اقعد. يعطيك العافية، شكرا. انا اقعد. يلا جاهز؟ اي اي. يو بوي، ليش عودك ما تقعد حبيب؟ انا حد الماي ما اقعد. القاع ما تقعد. لا حط خليه. ما عليها من الله الدخو. بضحك عليك. بس خليني امشي. عشان بويا. وهن تغدى بيها. وهاي هم الاجواء. هذا من نفس المنطقة. هذا الرز من أفضل الرز الموجود بالعالم. هي فرق الطعم، ولو تاكل بوحدك تاكل هذا الجدر كلها ما تشبع. الله يلعنك. يوبو، يلا تشيح، يلا يا محشاية. ها كذا حشو داخلها، هاي من المرقة. شو قضخينا قضخينا تدوخ. حاطين موسيقى وصوتها وايد يزعجني. مجموعة بنات صغار محتفلات بعيد ميلادهن وحاطين الموسيقى، وهذا الصوت بهالطبيعة وايد مزعج، وايد وايد وايد. حبيب نسيت، ما ادري ايش يسمونه. تعرف اسمه بالعربي؟ ما اعرف اسمه بالعربي، بس من تاكلون شكل الطماطيه. بس حمل شوي لاجل المتابعين. يقول لازم يكون بالسفر عندكم فرد نادل. ايش ايش ازمخه حبيب. صراط المستقيم ممر الجنة. يا وجه الله.
افلام ديزني. اوف شقد حلو المكان، شقد حلو وروعة المكان. شوفوا الخضار، شوفوا الارض، واو. باقين هناك، شوف هذا الشاي وشنو حاطين، النبات الليمون واللواشق، لواشق انا مخليه. ما شاء الله احلى شاي واحلى منظر. تقعد هنا حبيب، شاينا يمنا. بعد تخيل انت هاي القاعدة ماسك الكوب شاي هيك، اصبر دقيقة. هنا انا قعدنا كاسة شاي على هذا المنظر، تسوى مليون اتلانتس، مليون شيراتون، مليون اجمل فنادق العالم. هاي هاي بس درب السعاده هنا وينتهي. خلوني شويه استمتع انا بالاجواء وارجع لكم. شوف الطيور.